الآن بمرس أسقف في برشيد شبر الخيمة ومسؤول عن قناة سي واي سي اللي تبث في دول العالم بس باللغة الإنجليزية، وعن كوجي أيضا لدول العالم الخاصة بالأطفال الصغيرين، ومقرر لجنة الإعلام والتكنولوجيا والمعلومات في المجمع المقدس. أول زيارة لحضرتك؟ لا، أنا زرتها قبل كده مرتين. طب ورأي حضرتك في مستشفى 57؟ الحقيقة أنا قلت الكلام ده في أمريكا وكندا وأوروبا، قلت لهم عندنا مستشفى مثالية في كل شيء، في النظام بتاعها، في استقبال الناس، في استقبال الطفل نفسه، الحاجة الطبية، حتى الحاجة الاجتماعية في المستشفى، النظافة، النظام، يعني شيء أنا أشيد به وبصراحة ما شفتوش في بلاد في العالم كتيرة. شفتش النظام والنظافة والاهتمام الهائل. طبعا كلمة دون تفرقة دي ما يعني معروفة، مش عايزة النقاش لأن شفنا بعينينا. الحمد لله، يعني انت حضرتك جاي علشان انت شفت بعينيك وبنكمل المشوار اللي احنا بدأناه ان شاء الله. واتمنى ان تبقى في مستشفيات مماثلة في محافظات كثيرة، بدل ما نتعب الناس ييجوا ويعني تبقى مشاكل كتيرة. ان شاء الله احنا نثق ان في، سمعت في الأقصر بيعملوا حاجة جديدة يعني تنمو وتزداد عدد المستشفيات، لأن للأسف الشديد السرطان بتاع الأطفال دلوقتي ابتدى ينتشر بشكل صعب شوية. احنا السنة اللي فاتت افتتحنا مستشفى طنطا بتخدم عدد 60 سرير للأطفال المصابين في مستشفى طنطا، وزودنا القدرة الاستيعابية في 57، بدل ما كنا 185 سرير بقينا 245 سرير. إلى جانب طبعا حضرتك يا مولانا عارف ان احنا بنستقبل 400 و500 حالة يومية بتاخد علاج يومي وبتمشي. واحب اقول لحضرتك ان احنا بدأنا بالفعل دلوقتي في المباني الجديدة، وبدأنا خلاص في 3 مشروعات ان شاء الله جديدة، وزي ما حضرتك بدأت معانا محتاجين دعمكم ان انتوا تكملوا معانا ان شاء الله. وانا بصراحة لما بخرج برا، بخرج كتير بتكليف من قداسة البابا، بخرج لحاجات كتيرة برا، بصراحة من اهم حاجات اللي انا بقولها لهم، يا جماعة عندنا مستشفيات لابد تدعموها بكل الطرق المتاحة، وتشجعوا ولادنا اللي قادرين، اللي هم بيقدروا يساهموا في امور كثيرة اجتماعية سواء طبية او غيرها. إن شاء الله الأمور تبقى زي الفل وتبقى مستشفى كبيرة، وزي ما قلت في كثير من المحافظات عشان ما حدش يتعب في المواصلات بتاعته. عندنا كل دور من أدوار 57 ماخد لون معين، لأن الأولاد بترتبط بالألوان أكتر من الأرقام. تمام، تعالوا كده نشوف معانا. اتفضل. احنا كده في اللون الأخضر. هنا نيافتك حضرتك بينتظر أهالي المرضى، اسمه المكان ويتنج أريا أو مكان انتظار الأهالي. كبير، حلو قوي. الحقيقة حاجة احنا نفتخر بيها، يعني كنهم بياخدوا بالهم حتى من صحة الطفل، من اللي جاي مرافق لي او من اهله او من الزوار، ده شيء يعني ربنا يعوض، وكل واحد تعب في الفكرة والتصميم والتنفيذ. اللي بيتغيب عن العلاج بنبدأ نتصل بيه ونشوف سبب تغيبه ونعرف سبب تغيبه. لو تغيب مثلا لظروف ان هو معهوش مصروفات انتقال، بنبدأ بنوفر له المصروفات الانتقال. كمان عندنا في كل دور مدرسة، عندنا احنا مدرسة MSE، كل ولادنا لو تعبت بتروح المدرسة. هاني يفتك، مش ممكن يروح المدرسة وانتم تعبان، يروح ازاي؟ مش هيروح المدرسة صح؟ طبعا، عشان احنا عارفين ان اولادنا هتخف باذن ربنا، ونسب الشفاء عندنا 74.7%. احنا عندنا مدرسه MSE او مصر 2000، لو بصينا ورانا هنلاقي ان احنا عندنا في كل دور مدرسه MSE ومصر 2000. كل سنه عندنا اطفال متفوقين وابطال متفوقين على المرض في ابتدائي وفي اعدادي وفي ثانوي. كل سنه بيتعمل لهم حفلات تكريم سنويا علشان نكرمهم، لانهم منتصرين على المرض، متفوقين ايضا في تعليمهم. وكمان تعالوا بينا كده نزور المستشفى ونكمل. اتفضل يا
بنتابع علاجات العينين كلها مع الدكاتره، وبنعرف كل بيشنت او كل عيان ليه ايه علاجات، وبنحضرها تحت، بنمسؤول عن تحضيرها، وبنراجع الجرعات، بندخل الدواء كله، بنراجع الجرعات، وبنشوف لو في تفاعل بين الدواء وبين دواء تاني عشان لو في مشكله نقدر نوقفه او نبعدهم عن بعض او هكذا. يعني ده دورنا في كل دور في الصيدليه. متشكرين جدا، تعب حلو جدا وتنظيم حلو قوي. اتفضل يا اختي. بس انا ملاحظ ده هنا سلبان وفلوس. كده قلت هنا لا يسأل لا على المحافظة ولا الاسم ولا الجنس ولا الدين ولا حاجة، ده إنسان مريض لازم يرعاه. هو مين ده مش المشكلة، زي برضو بتاعت مجدي يعقوب. مجدي يعقوب ما بيهمهمش الاسم إيه، بيهمهم المريض إيه، المريض عنده إيه، يحتاج إيه. عندنا في 57 مطبخ 57 ان هو دوره يشوف رغبات كل يوم الاطفال بتاعتنا، لو اي طفل طلب اي حاجه بيجيبها له في الوقت اللي الله. هو عاوزه يعني مش حسب المنيو اللي بيقولها الدكتور؟ لا، تيجي ننزل ونشوف. قوي يأمن لي الاكل من ساعه توريده لحد ما يطلع لبق اللي فم الطفل عندي فوق في الغرفه عنده، يعني بقى زيرو بكتيريا. يعني في ناس الاول تستلم الاكل وبعدين يكشفوا عليه، وبعدين يكشفوا، وبعدين في الحفظ بتاعه. كل منتج غذائي له حفظ وله درجه حراره لازم يبقى فيها وله قصه لوحده. بعد كده الاوبريشن بتاعي يشتغل عليه، بعد كده لحد مغرف في الطبق لحد اندر كنترول، كله اندر كنترول. احنا ما عندناش مانع لاي وجبه تطلب منا طالما الطفل هو بصراحه ولو مش طفل مصرح بها من الطبيب. لازم الدكتور يبقى قايل عليه. يعني انا من فتره كده طفل جالي قال لي يا عم انا نفسي اكل محشي ورق عنب، اضطريت اروح اشتري محشي ورق عنب واعمل له، مع ان الحاجه مش عندي يعني، بس انا فعلا عملته له لان ده رغبه الطفل يعني. ياه. طبعا رغبات الاطفال كل يوم بناخدها، بيبقى كل واحد بينزل لنا حوالي 50 او 60 رغبه، فاللي عايز كوشري، اللي عايز لحمه بالصلصه، واحد عايز وليكن فراخ مشويه شيش، يعني لا انا عايز ورك بس، انا عايز يعني مكرونه فرن. يعني المريض يطلب. انا سيستم الرغبات عندي معقد شويه، ان انا عندي لازم بيبعت، هو يوميا بيكتب رغبات بتاعته فوق للسكرتاريه. بعد كده السكرتاريه بتنزل الرغبات مع الدات ليست، بينزل على قسم التخزين. كل طفل له حاله مرضيه مختلفه عن الاخر. لا حاجه، مجهود هايل الحقيقه. بعد ما خلصت جولتك في 57 تحب لا، ربنا يبارك في كل عمل الحقيقة، حتى العاملين كلهم بيعملوا بكل أمانة وإخلاص،
انا قلت لهم ان كل واحد فيكم بيعتبر المريض ده ابنه، عشان كده بيهتم بيه جدا 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 من الف ليه من دخوله حتى ربنا يتمم له الشفاء ان شاء الله. بسم الله والابن روح الله امين. اوصانا السيد المسيح بزياره المريض وقال كنت مريضا فزرتموني، واعطانا مثل رائع في موضوع الاهتمام بالمريض وهو مثل الراعي السمير الصالح، وقال ان السمير الصالح اهتم بمريض ما يعرفهوش من ناحيه ومخالف لعقيدته من ناحيه اخرى، ولذلك اهتم به اهتماما يفوق الخيال. الدواء بتاعه اداه للمريض، ركبه الركوبه بتاعته وداه، ما ودهوش مستشفى، ده وداه فندق، يعني قمة الاهتمام، وقال لهم خدوا بالكم وأي حاجة صرفتوها أنا أدفعها لكم. هي دي اهتمام الإنسان بالمريض كما أوصانا السيد المسيح. وقال كنت مريض فزرتموني، ادخل إلى فرح سيدك. تخيلوا بقى إيماننا المسيحي، نؤمن بالسيد المسيح الفادي وأيضا بالوصايا كلها اللي قالها لنا، لكن تركيزه كان كنت مريضا فزرتموني وجوعانا وعريانا إلى آخره. وأوصانا في كل ما كتب في البشائر إنه كان يقول يصنع خيرا، يشفي كل مرض وكل سقم في الشعب. وفي موضوع العظة اللي احنا بنقراها دايما في إنجيل الساعة التاسعة، لما بيجي يقول وقدموا له مرضى كثيرين فشفاهم، ده كان عمله اهتمام بالمريض. احنا المفروض بقى عمل اهتمام بالمريض وبأسرة المريض ايضا، لان احيانا أسرة المريض تكون اكثر ألما من نفس المريض. ألم في انهم بيحسوا بإحساس العيان من ناحية، والمصاريف اللي بيصرفوها والسفريات اللي بيسافروها وحاجات كتيرة جدا، ومجرد من المريض يتألم قليلا كل العيلة تتألم جدا جدا، خاصة إذا كان طفل صغير. طفل صغير ده حتى بيقولوا ده قلب أمه، عاطفة الأم وعاطفة الأب وعاطفة الأسرة كلها. إحنا الحقيقة جيد النهاردة بمجموعة مع كوجي والكرو بتاع كوجي كله، كان كتير منهم كانوا معانا النهاردة، عشان نقول للأطفال يا أحبائي تعالوا زوروا أخواتكم هنا، وكل واحد لو جيب له هدية صغيرة يشعر هذا المريض بأن إحنا أخوات وحاسين بألمه. وأيضا الكنيسة تاخد بالها من هؤلاء الأسر، وتاخد بالها أن المستشفى دي محتاجة عناية أكتر، ومحتاجين نعمل مستشفيات كثيرة بهذا المنوال المعمول الفخم اللي هو بيدل فعلا على الحضارة المصرية الأصيلة. اهتمام جميل، نظافة، رعاية، دخلناها من الأكل لحد لما المريض بيتعالج، شيء مذهل. ربنا يعوض كل من لها تعب في هذه الأنشطة وهذه المستشفيات الجميلة، سواء مستشفى القلب أو مستشفى السرطان أو جميع المستشفيات، ياريت ناخد بالنا منها. ودي وصية إلهية، كنت مريضا فزرتموني. كلمة فزرتموني مش بقوله ازيك وزي صحتك، لا، أزوره معايا الطبيب، أزوره معايا العلاج، أزوره معايا محتياجاته في الأكل، أزوره محتاجة الفلوس اللي هيصرفها على العلاج بتاعه. هي دي كنت مريضا فزرتموني، مش بس أقول له زي صحتك وحشتني، لا، أقول له زي صحتك وأيضا أشترك معاها في الأتعاب، وأشترك معاها في كل احتياجاته المرضية واحتياجات أسرته، لأن أسرته أوقات تتكبد مصاريف هائلة، وإحنا عارفين دلوقتي العلاج غالي جدا والأدوية غالية، ونفس الدكاترة والمستشفيات والحاجات دي. ولا ننسى أيضا أن البابا شنودة جه وجيت معاه في مرة وزار واتبرع بحاجة، وموجود تبرعه في المستشفى، والبابا تودروس جه وكثيرين من القيادات جت. لا شك أن دي بتدي فكرة أن المسيحية ليست ديانة نظرية ولكنها ديانة حياة يحيا بها الإنسان في كل نواحي حياته. ربنا يدينا أن احنا نهتم بهذه الفئات الكثيرة المحتاجة، خاصة الأطفال. ولإلهنا كل مجد وكرامة الذي بدأ